أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. اجتمعت الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة لاستكمال الاتفاق المبرم في القاهرة الذي يقع في سياق التنسيق بين الدول الأربع، حيث أكدت الدول في مؤتمر صحفي لها عقب الاجتماع تمسكها بالمطالب الثلاثة عشر التي قدمت لقطر، وأنهم يبدون استعدادهم للحوار مع قطر شرط أن تؤكد قطر وقف دعمها للإرهاب والتطرف، وأن إجراءات الدول الداعية لمحاربة الإرهاب تتوافق مع القانون الدولي، وأن قطر تعمدت تعطيل موسم الحج لهذه السنة. قتل عدد من قوات الأسد جراء قصف فصائل المعارضة بالصواريخ الموجهة لمواقع لهم في جبل تركمان بريف اللاذقية الشمالي. وكانت الفرقة الساحلية التابعة للمعارضة قد نشرت مقطعا مصورا أثناء استهداف مقاتليها بصاروخ تاو موقعا لقوات الأسد خسائر، إذ أكدت مصادر من الفرقة بأن 5 أفراد من قوات الأسد على الأقل قتلوا جراء الهجوم. قتل أكثر من 16 من ميليشيات الحوثي خلال عدة أيام في المواجهات مع التحالف العربي قرب ميناء المخا المطل على البحر الأحمر، وتصاعدت حدة المعارك في محيط قاعدة خالد بن الوليد شرقي المخا منذ أن استعادتها القوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري من المتمردين الحوثيين الأسبوع الماضي. أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري على صفحته بموقع فيسبوك أن قوات الجيش تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد من المعاقل التي تستخدمها الأفراد الإرهابية في الاختباء شمالي سيناء، وأوضح البيان أنه جرى العثور بداخل المعاقل على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. أعلن ضابط في الشرطة الصومالية قتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين في انفجار سيارة ملغمة قرب مركز للشرطة في العاصمة مقديشو، وأوضح محمد حسين أن الانفجار الذي وقع بالقرب من مركز الشرطة على طريق مكة المكرمة المزدحم ربما يكون انتحاريا. أجلي أكثر من 22 ألف شخص إثر اشتعال منصة مهرجان موسيقي إلكترونية قرب برشلونة شمال شرق إسبانيا. وقال منظمو المهرجان على فيسبوك إن الحريق سببه مشاكل فنية، وبحسب رجال الإطفاء فإن الحريق لم يتسبب بإصابات. أفادت دراسة علمية حديثة بأن الرجال الذين يتناولون الشوكولاتة بكثرة معرضون للإصابة بالتوتر والاكتئاب أكثر من غيرهم، وذلك بسبب ما تحتويه من كميات كبيرة من السكر. ووجد الباحثون أن الرجال الذين يتناولون أكثر من 67 جراما من السكر يوميا تزيد لديهم مخاطر الإصابة باضطرابات المزاج بنسبة أكثر ب 20%. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.